ماذا تريد النقابات؟ ماذا يريد المجتمع الأهلي؟ نقابات دي سواء نقابات مهنية، بنتكلم في يعني نقابات تجاريين المهندسين، ونقابات أيضا عمالية. عايزين إيه من الحوار الوطني؟ المجتمع الأهلي اللي ربنا يبارك فيه أو اللي جهده ملحوظ وملموس من اسكندرية لأسوان، ماذا يريد من الحوار الوطني؟ مطالبهم إيه؟ أستاذ مجدي البدوي مقرر مساعد لجنة المجتمع الأهلي والنقابات في الحوار الوطني أسعدنا بحديثه عن إعادة فكرة التعاونيات مرة أخرى إلى طاولة النقاش. إزاي كان المصريين في وقت من الأوقات يعني عندهم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، الجمعيات التعاونية الإسكانية كانت جزء من ثقافتهم، وده تم إعادة طرحه ولكن بشكل يلائم 2023. تجاوزنا فكرة التعاونيات، وخليني أسأله بقى مرة تانية عن فكرة المجتمع الأهلي. بنتكلم فعندنا عدد كبير من الجمعيات الأهلية، عددها كام؟ لا هم يعني مش هقدر أقول لك حصر كامل عدد الجمعيات، لكن أقدر أقول لك أنت محتاج تعيد برضو تساعد الجمعيات أنها تقدم خدمات بشكل أفضل. احنا شايفين بصراحة دور الجمعيات الأهلية تطور كبير كثيرا جدا خاصة في فترة كورونا وما بعد كورونا. صحيح. ويمكن كانوا هم أكثر ناس بيوصلوا للناس في البيوت والحواري والشوارع، وكان والمظلة اللي عملتها الدولة نسقت الجهود ما بينهم وخلت ما بينهم تناغم شديد. طبعا طبعا ده 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 مهم جدا. أنا محتاج النهاردة الجمعيات دي دورها يتطور خلال المرحلة اللي جاية. يعني إيه يتطور خلال المرحلة اللي جاية؟ أنا عندي بعض الجمعيات انحرفت عن خدمة الناس مثلا، لا أنا محتاج أقوم هذه الجمعيات، أنا محتاج أخلي. يمكن ده كان في فترة قبل قانون أو قبل المظلة اللي جمعت العمل الأهلي، لكن يعني أعتقد بعد وجود قاعدة البيانات اللي بقت موجودة والتنسيق وتصنيف الجمعيات الأهلية لكل جمعية بتشتغل على حاجة معينة، خلى الموضوع محكوم أكتر بكتير، وخلى الموضوع فيه رقابة على أنا بالتأكيد. يعني هو يعني دي مرحلة يعني المفروض بتطبق حاليا، ويمكن يعني كل شوية بيفتحوا الباب كمان يوفقوا موضوع الجمعيات عشان الكل يستكمل يقدر يكمل مسيرته. لكن الجمعيات الأهلية يعني احنا شايفين ان برضه لازم يعني تاخد بعض الامتيازات عشان خاطر هذه الامتيازات بتمكن الجمعيات ان هي تؤدي دورها بشكل جيد. يعني الجمعيات بقت جزء مهم من الاقتصاد الوطني، الجمعيات بقت النهارده وسيله داعمه للدوله في مساعده الناس، وده المفروض هو الدور الاصلي والاصيل للجمعيات. لما بقول الجمعيات، المشاهد اللي قاعد يسمعني دلوقتي اول حاجه هتيجي في دماغه الجمعيات اللي بتساعد الفقير. عندنا جمعيات تانية خالص ممكن نقول ازاي تساهم في اقتصاد الوطن. على فكره يعني انا النهارده في جمعيات بتساعد المرضى، في جمعيات بتساعد اصحاب الامراض، يعني اللي هي بتبقى خاصه زي جمعيات اللي بتساعد مرضى الزهايمر، زي جمعيات اللي بتساعد مرضى. وعندنا جمعيات بتعلم يعني بتقدم خدمه تعليم بالمناسبه. طبعا. يعني انا قصدي اصبحت الجمعيات النهارده جزء رئيسي داعم للدوله. صحيح. او مكمل زراع لجهود الدوله. ايوه. وبالتالي احنا محتاجين هذه الجمعيات اولا تشتغل بحريه، يعني نديها شويه امكانيات وتشتغل بحريه، فلازم اعدل لها القانون وده مهم. وهنقعد مع الناس كل متخصصين الجمعيات بمختلف انتماءاتهم ومختلف افكارهم لان الجمعيات احنا مش عندي جمعيات برضو يعني زي ما انت قلت ما انا عندي جمعيات بتشتغل في بعض المبادرات السياسيه، بعض المبادرات المحميه الطبيعيه، مناخ. فانا مش يعني المساله مش مساله اللي هي دعم الفقير. لا في جمعيات بتشتغل في اطارات اخرى كتير، وبالتالي انا محتاج اعيد صياغه المشهد بالنسبه لهذه الجمعيات وسهل لهم ازاي يوصلوا للمواطن بشكل افضل. الجمعيات انا بقول لك اهو يعني يمكن هي مع التعاونيات خلال المرحله الجايه هيبقوا داعمين للناس او بيقدموا خدمات للناس والدوله بشكل قوي. اصلا يعني بص انا كنت بقرا كتاب كان فيه بيبر مخصوص عن دور المجتمع الاهلي في اعاده الحياه مره تانية لالمانيا بعد الحرب العالميه الثانيه، وقالوا ان الدوله كانت مفككه في المانيا، واللي اعاد المانيا في 10 سنين كان المجتمع الاهلي في المانيا، الروابط المجتمعيه. فمتخيل ان دي كانت حكومه موازيه. انا بتكلم ان انت عندك ممكن يبقى عندك وزاره صحه موازيه، وزاره تعليم موازيه، وزاره لا احنا مش عايزين حاجات موازيه، لكن عايزين داعمه موازيه داعمه يعني داعمه بمعنى ايه؟ تسير في نفس لا عندك الجمعيات دي فاتحه فين؟ فاتحه في الشارع والحار. صحيح. فهو عنده عارف ده عنده ظروفه ايه وده عنده ظروفه ايه. ممكن الدوله تبقى بتشتغل بشكل عام وبتشتغل من فوق،
والشغل ما تقدرش توصل لجوه البيوت وجوه الشوارع. ثقافة التطوع ونشرها وتنظيمها وإعادة تقديمها ومشاركة الشباب ونقدر نفهمهم أن ثقافة التطوع دي مش بس قائمة أنك بتعمل خير، لا، ثقافة التطوع دي أنت بتفيد وبتستفيد، أنت بتتدرب وبتتطور وبيبقى عندك سي في وبتعمل علاقات وبتعمل وقت كويس. يعني أعتقد أن نشر الفكرة، ده أنا بربي مجتمع جديد قايم على التكامل وقايم على الأفكار الإيجابية. وده مهم جدا. أنت النهاردة لما تبقى عندك جيل طالع من الشباب عنده أفكار إيجابية تجاه الناس وتجاه الدولة، ده بيبقى نموذج جيد. مش مجرد إن هو بيخدم وبس، لا طبع. لأن ده كمان بينتج بعده أجيال بتبقى أفضل منه. إحنا النهاردة محتاجين هذه بيعلم الأجيال. الالتزام. ها؟ بيعلم الالتزام، بيعلم ثقافة العمل، بيقدم خدمات، إنكار الذات. يعني مجتمع صحي. مجتمع إيه؟ صحي. يعني الجمعيات دي مش مجرد بتقدم خدمات بس للناس، لا، لانها كمان فكره التطوع ده فكره رائعه. لان انا كشاب مثلا، شاب بيشوف شاب ملتزم بيعمل، بيروح يعمل زيه، انا بنشر ثقافه صحيح. داخل المجتمع بتفيد المجتمع بشكل كبير، وهي ان انا بيبقى عندي ناس مجتمع صحي الكل بيشتغل. طب في افكار لتشريعات لتطوير المجتمع الاهلي؟ قوانين، احنا عندنا قانون كويس هيبطرق عليه بعض التعديلات، هيحل كثير من المشكلات اللي موجودة، وبالتالي هنحل مشكلة المجتمع الأهلي. لو هي احنا على فكرة احنا عندنا يعني يمكن أكتر حاجات، يعني قبل كده بعد ما كان في حصر وتقييد لقصة ان في أنشطة خارج للمجتمع الأهلي، النهاردة هيبقى في توسيع وترحيب. طبعا ده جميل جدا على فكرة. لأنه جميل ده جدا جدا، لانه ده هيفيد ناس كتير. بالزبط. انا بقول ان الجمعيه المجتمع الاهلي مكمل لدور الدوله مع الناس، ده حقيقي جدا، او جزء من دور الدوله مع الناس. زيه هيبقى لو التعاونيات قدرت تنضج وتشتغل في المرحله الجديده بامكانيات جديده بافكار ورؤى جديده. النقابات بقى هنعمل النقابات المهنيه. ايوه، احنا عندنا الواضح ان احنا عندنا ازمه في القوانين. الكل عندنا كل النقابات المهنية طالبة تعديل في التشريع لقوانينها. بمعنى احنا عندنا تخيلت ان كله طالب تعديل الأجور. نعم، تخيلت ان كله هيبقى طالب تعديلات في لها علاقات بالأجور. لا، هو كل طالب تعديل القانون، لان احنا عندنا بعض القوانين ما زالت اتعملت في الستينات ولم يتم تعديلها. لك ان تعرف مثلا ان قانون نقابة الصحفيين يشترط عشان تبقى عضو في نقابة الصحفيين لازم تبقى عضو في الاتحاد الاشتراكي الآن، وما زال القانون قائم، يعني رغم سقوط الاتحاد وبالتالي والله حاجات يعني طبعا. يعني هو على فكرة كثير من الحوار الوطني بيدور حوالين مشكلة تعديلات القوانين. هي دي بالنسبة لنا مشكلة. يعني عندك مثلا في حدود 20 نقابة مهنية مثلا، 19 نقابة مهنية، هتعدل 19 قانون مرة واحدة مثلا؟ فاحنا هنناقش ده مع الناس خلال المرحلة اللي جاية. محتاجين نقابة للحرفيين يا فندم أو رابطة؟ لا، دي نقابة عمالية مش نقابة مهنية. نقابة عمالية، في فرق بين النقابة المهنية والنقابة العمالية. ونقابة لسائق التاكسي دي كلها نقابات عمالية. تمام. فالنقابات المهنية هنقعد معاهم خلال المرحلة اللي جاية، هنشوف أفكارهم إيه تجاه تغيير هذه القوانين، إيه هو اللي مستعجل وإيه اللي ممكن يستنى شوية، إيه اللي ممكن يتعدل وإيه اللي ممكن يتعمل له قانون جديد. ده كله هيبقى مرتبط بالأفكار التي هتطرح خلال الفترة الجاية. اللي أنا عايز أأكد عليه إن إحنا كدورنا كمقرر ومقرر مساعد إن إحنا نسمع الناس، وإن إحنا نفهم هم عايزين إيه. صحيح. إن إحنا مش أوصياء على الحوار، لا، هم الناس. هو بس الحفاظ على إدارة الحوار، إن كل الناس يحق لها التعبير عن رأيها، وحضراتكم هتاخدوا الكلام ده ويتم صياغته بشكل معبر عن اراء الناس. يعني حتى لما هنقعد نصيغ وهنصيغ في حضورهم وهنحدد الافكار في حضورهم. الحوار الوطني، عايز برضو ااكد على حاجه، ان الحوار الوطني هو حوار لانه بين ناس افكارها ورؤاها مختلفه. مش لو الناس كلها ليها راي واحد مجتمعه على مصلحه الوطن الحوار ليه؟ لا، الحوار بين افكار ورؤى مختلفه، وبالتالي الحوار يكتسب أهميته كمان. احنا محتاجين خلال الفترة اللي جاية، احنا داخلين على جمهورية جديدة، مش من المنطق ان احنا نخش جمهورية جديدة وكل شوية ليهم رأي مختلف. عايزين نتوحد حوالين الرؤى
والأفكار والمشروعات اللي هنخش بيها الجمهورية الجديدة. وده مش هيتم إلا من خلال النقاش. أنا شايف إن في الحوار الوطني في روح إيجابية والله والله، حتى لو اختلفت بعض الرؤى لكن في روح إيجابية. والناس طبيعي إن الرؤى تختلف وده شيء صحي علشان وحتى الرئيس قال الجميع يتم تمثيله. حتى الرئيس قال في كلامه انه لا يعني ان احنا ممكن نبقى مختلف، احنا مختلفين حوالين بعض بس مش مختلفين حول الوطن. الوطن. الوطن هو الاساس، وبالتالي على ارضيه الوطن نتحدث. طبعا الوطن هو الاساس، وبالتالي كل الناس وطنيين، لا في حد يعني ما فيش حد واخد صك الوطنيه والاخر لا، ممكن كل واحد يبقى شايف مصلحه البلد من وجهه نظر مختلف، لكن النقاش والحوار بين كل الاطراف بالتاكيد هيوصلنا في النهايه لرؤيه جديده، بس بشرط ان احنا كلنا يبقى لينا ايديولوجيه واحده وهي مصر. طيب في قرارات بتتاخد من الحكومه وده كمخرجات يعني تنفذها الحكومه فور الانتهاء من الحوار، هو قرارات تنفيذيه وفي تشريعات بتقدم للبرلمان. انا عايز 1 2 3 تشريعات احتماليه، يعني 1 2 3 قرارات تنفيذيه من الحكومه كاحتماليات، يعني ممكن نحط عناوين ايه عامله ازاي؟ بص احنا هو دور اولا احنا في يافطه محطوطه للحوار الوطني. الحوار الوطني ليس لتحقيق مصالح شخصيه طبعا او مطالب فئويه طبعا، الحوار الوطني الهدف منه وده باين مين اللي جاي يطلب مطالب شخصيه في الحوار المفتوح. لو ما كانش الحوار ناس مفتوح ومعلن في ناس بتقول برضو على فكره في ناس بتقعد وبرضو بتقعد تقول يعني بتطغى عليها المصلحه الشخصيه يعني لكن هو هناك بس شعار المجتمع شايف هناك شعار ان الهدف من الحوار الوطني هو اصلاح تشريعي وإصلاح سياسات. تمام؟ طيب عشان نعمل الإصلاح التشريعي الإصلاح التشريعي والإصلاح السياسات ده في آلية معمولة في الحوار الوطني لإزاي نوصل دورنا، إحنا مش دورنا إن إحنا ناخد قرارات، لكن إحنا بنجمع الرؤى ونشوف أفكار الناس ومطالبها وبنرفعها لمجلس الحوار، ومجلس الحوار بيرفعها للرئيس بعد كده، يعني منه للرئيس، والرئيس بيحول ما يراه مناسبًا إلى مجلس النواب. في حالة التشريعات وبيحاول للحكومة في حالة إصلاح بعض السياسات يعني المجلس النواب المفروض هيقوم بدوره ويقر هذه القوانين طبقا للمناقشات اللي هتم داخل المجلس بعد أن يتم تحويل القوانين. لكن أنا أعتقد أبرز ما يعني تتوقع أن يتم بص يعني خروجه من لجنتكم الموقرة يعني في لجنتنا أنا أعتقد أن قانون ان مثلا بالنسبه للتعاونيات هيبقى في قانون موحد للتعاونيات ده في اعتقادي، تعديلات في قانون الجامعات الاهليه هيبقى في تعديلات في قانون الجامعات الاهليه، هيبقى كمان هنشوف في قانون العمل غالبا يعني سيتم اقرار قانون العمل بالنسبه للملف العمالي واصلاح بعض الامور الاخرى زي التدريب المهني ده اللي احنا ما اتكلمناش فيه. التدريب المهني ده حاجه مهمه جدا للعمال وللدوله المصريه. عندنا الجامعات التكنولوجيه هي بدات احنا عندنا الجامعات التكنولوجيه انا موافق تماما، وعندنا بعض المدارس المهنيه اللي اتعملت تمام، لكن ده المخرجات بتاعته بعد 3 4 سنين، مش معقوله يعني مفتوحه مثلا من سنه او من سنتين وهعتمد عليها بكره، لا ده مثلا جامعه التكنولوجيه بتقعد لها 4 5 سنين على ما يخرج ويخرج يقضي جيش بتاع، ففي فجوه 3 سنين مثلا في الموضوع. طيب النهارده احنا عندنا انماط وظيفيه جديده كل شويه. طب ازاي بقى وعندي مخرجات تعليم لا تتناسب مع وده طرح في وده طرح في الحوار طبعا من ضمن المطروح في الحوار. ازاي النهارده هسد الفجوه دي بقى؟ بالتدريب المهني. التدريب المهني في مصر احنا بنصرف عليه فلوس كتير جدا. بس للاسف كل وزاره واخده جزء من التدريب المهني وراحه في سكه. لا احنا محتاجين نوحد منظومه التدريب المهني في مصر، وهذه المنظومة يبقى ليها أب شرعي واحد، يبقى ليها سياسة واحدة، في النهاية أبقى أنا عارف بكرة. يمكن الرئيس اتكلم عن المستقبل الوظائف في مصر، مستقبل العمل، لابد إن احنا نهتم بمستقبل الوظائف في مصر. طب هنهتم بيها إزاي وأنا عندي لسه في فجوة؟ لابد من خلال التدريب المهني ده. التدريب المهني ده مهم جدا لانه يعني هياخد جزء من الناس من الشباب البطاله اللي قاعد في البيت ده هتاخده يحوله لمهن اخرى يقدر نستفيد بيها. ورجال الاعمال النهارده وهم عندهم كل الحق ما بيلاقيش، بيبقى فاتح مصنع او عنده وظائف جديده ما لهاش مخرجات في التعليم او بيضطر يجيب من بره. يعني تخيل الدوله بيبقى ممكن يبقى فيها بطاله ورجل اعمال يجيب من بره. فالوحيد الجهه الوحيده اللي تقدر تخلينا نستغنى عن ده وتساعد رجال الاعمال
وتجهز نفسها لوظائف المستقبل هو مراكز التدريب المهني. ده بالإضافة لحاجة تانية كمان، ان انا ممكن استخدم مراكز التدريب دي في مسائل العمالة اللي بتسافر بره. يعني اي حد يطلب عمالة من بره لازم النهاردة اخليه ياخدها من مركز التدريب، عشان دي تبقى ضمانة ان انا بطلع عامل بشكل جيد.